والشيء اللي يجب أن يهتموا له في المستقبل توزيع القدرة، تقسيم القدرة. القدرة تقسم. كان عندنا فرد واحد من أصدقائنا اليوم كان جاي هنا، ومن لبنان كان جاي من رجال الدين، يقول لبنان 12 سنة حرب، يقول في ليلة واحدة على منطقتنا 1375 قذيفة قذفت في منطقتنا. يقول أنه مع ذلك الزراعة حرة، التجارة حرة، الصناعة حرة، السفر حر، الإقامة حر، البناء حر، مطابع حرة، كتابة حرة، كل شيء حر، كل شيء حر 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 حر. السبب أنه هناك تقسيم قدرة، يعني قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، بيتفكروا يضغطون على الناس. و12 سنة يحاربون من إسرائيل يحاربونها، يحاربون مع العدو الواقعي للمسلمين في حرب. لكن لو أن تقسيم قدرة أكو، كل واحد ما يتمكن يسوي شيء. فمن السياسة أن نعرف أنه يجب تقسيم القدرة ولا نؤيد أي قدرة مركزة أبدا. بس في العراق صدام يروح شيء واضح، هذا ما يبقى. لكن بعد صدام شنو؟ بعد صدام يجي فرد واحد ويجي عندك ويقول لك رجل متدين مؤمن تقي شريف كان يصلي صلاة الليل. كله صحيح، رجل متدين مؤمن تقي شريف يصلي صلاة الليل وحده أو جماعتين، يقول وحده، يقول مؤمن. أنا كاتب هذا في كتاب مترجم بالفارسية ومو عربية، مو مطبوع، اسمه الترمومتر السياسي، كتبته في الكويت أظن وفي العراق. قدر بيد الجماعة في العراق هو قدرتان صح، لا بأس. ما هو قدرتين صدام يطلع قتل نهب سفك دماء وإلى آخره. فلازم من معرفتنا للسياسة توزيع القدرة مهما كان الشخص المتصدي للأمر. هذا من جملة فهمنا للسياسة. بل في الحقيقة الغربيون صنعوا هذا الصنيع. سر تقدم الغربيين في كل أبعادهم هو هذا الصنيع، سوى قدرة قبل قدرة، قدرة في قبل قدرة، لا أكثر ولا أقل. هو القدرة ما يتمكن أبدا يتحرك، قدرة مقابلة يضربه يفضحه. ومتساوينها قدرات، ثلاث قدرات، أربع قدرات، خمس قدرات. لهذا تشوفون يبدلون كل أربع سنوات من رأس يبدل، ومو بلادهم مهزلة ودائما سباب ودائما محاربة ودائما كذا، لا، بلاد عقلاء. هذا من جملة مواضيع اللي يجب على الإنسان دائما يلاحظه، لأن احنا أعمارنا في المستقبل إن شاء الله أتوك شباب يطول بكم العمر.